دكتور باتشيكو كورتيان موجود معنا اليوم، اختصاصي جراحة عظام ومفاصل. بنحكي عن مشاكل ركبة والإصابات بالركبة. أهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور. إصابات الركبة ممكن تكون بالإصابة الرياضية، ممكن تكون إصابة وقعة ولا أكسيدان عادي كمان، بس جبت لنا معك مجسم لحتى نطلع فعلا الركبة من شو مؤلفة. صح، خلينا نبلش من الأناتومي، وخلينا نحكي أنه الركبة أكبر مفصل بالجسم وأكثر مفصل معرض للإصابات، لأنه في كذا سبب. أول سبب أنه الركبة موجودة دغري تحت الجلد، مش مثل الورك أو الكتف هودي اللي مغطيين بكتل عضلات بيحموا المفصل. هون ما في شيء عم بيحمي المفصل، دغري موجود تحت الركبة تحت الجلد. تاني شغلة أنه شكل الركبة، مثل ما أن الركبة مكونة من ثلاث عظمات: عظمة التيبيا الساق، عظمة الفيمر الفخذ، وفي عنا الصابونة الباتيلا بنسميها. هلا إذا بنشوف الشكل، التيبيا الارتيكولار سيرفيس فلات، والفيمر جاي عليه سفيريك هيك، سو منن كونجروينت. هلا كرمال هيك في اشياء تاني مش ما موجوده، بيتداخلوا يعني ما بيتداخلوا. بقى حتى لي نعود على هال الانكونجروينسي، في عنا الغضروفين المنيسك موجودين بقلب الركبة. إذا بدنا في عنا سلايد، بلكي أوضح على السلايد، إذا فينا نحط السلايد الثالث الرابع. يلا هلأ بناخده. أوكي، هودي المنشو مكون الركبة، مثل ما قلنا العظام والمنيسك والليجامنتس، هودي الثلاث عظمات. هودي المينيسك، في عنا الميديال مينيسكس من ميلة جوا، واللاترال مينيسكس الغضروف الجواني والبراني، هن شكلهم مثل شكل هلال. وإذا بنشوف على عم نحكي عن المينيسكس، شكلهم مثل شكل هلال. وإذا بنشوف على الكروس سكشن على السلايد على اليمين، بنشوف انه من ميلة برا على البريفري هن اسمك، من ميلة جوا ميلة المفصل هن ارق. وكمان منشوف انه شغله كتير مهمه لازم نذكرها، انه الشرايين بالمنيسك بس موجودين بالتلت الخارجي من المنيسك، التلتين الجواني اللي بلون الابيض ما فيهم شرايين دم. وهيدا اللي بخلينا نقرر شو نوع العلاج اللي بدنا نعطيه، بدنا نحكي عنه بعد شوي. يعني حسب وين الاصابه، حسب وين الاصابه. هودي المنيسك شوي بيعطونا ثبات للركبه، بيعملونا كونجروينسي بين العظمتين، بذات الوقت بيشتغلوا مثل مخده، بخففوا الخضات والضربات، بس منهم كافيين ليعطوا ثبات للركبه. في عنا اربطه اضافيه تا يثبتوا، لا خلينا على قبل على السلايد اللي قبل. في عنا اربع اربطه اساسيات هودي: الاي سي ال الرباط الصليبي الامامي، البي سي ال الرباط الصليبي الخلفي، والاربطه الجانبيه لاترال كولاترال وميديال كولاترال ليجامنتس. هودي اللي بيعطوا ثبات للركبه، وهودي كلهم معرضين للاصابه. اذا تعرضنا لشيء تراوما هودي كلهم ممكن. نحن بنسمع اكثر شيء بالرباط الصليبي، هو اكثر شيء هو الرباط الصليبي الامامي والمنيسك، اكثر شيء هودي اللي بيتعرضوا للاصابه. خلينا ناخذ السلايد الثاني، شو الميكانيزم اوف انجري، كيف نحن نتعرض للاصابه. عاده اذا عملنا تويست انجري، بالتويست انجري المينيسكس بيعلق بين الفيمر والتيبيا وبينخزق المينيسكس، اذا عملنا تويست انجري هيك. واذا تعرضنا لضربه مباشره من قدام من وراء او على الجنب، الليجامنتس هن اللي بينخزقوا معنا. سو خلينا ناخذ كل إصابة لوحدة. المنيسك الإنجريز، فينا ناخد السلايد الثاني. ممكن المنيسك يتخزق بأشكال مختلفة، مثل ما حاطت هون النماذج، أنه الشكل هو كل شكل له اسم، مش ضروري نفوت بالتفاصيل تبعهم. هلأ المريض شو بيحس وقت اللي بيكون عنده مزق بالمنيسك؟ أول شي بيحس وجع محل المزق، هو الميديال منيسكس أكتر شي معرض للتمزق. محل الميديال منيسكس من ميلة جوا وورا للركبة بحس بأوجاع، بحس أنه الركبة عم بتطقطق، أحيان بتعلق كمان الركبة، بتعمل بلوك بقى وبتعبي مي كمان. سو هون
العلاج معظم الوقت علاج جراحي بالمنظار. دكتور يعني ممكن تتعرض الركبة لتروما وما تبين دغري، يعني صح مش على أول شيء بيكون دغري. في عنا أنه أحيانا بيكون في ردة، بيكون في مي وكذا. نبلش أول شيء بنعطي علاج طبي، بنعطي أنتي إنفلاماتوريز أنالجيزكس، بس إذا تطول العوارض عند المريض نطب أكيد على الفحص بيبين معنا، ونطلب صورة MRI. عادة MRI اللي بيفرجينا الإصابة إذا موجودة. إذا تأكدنا أنه في عنا إصابة وهو على العلاج الطبي مش عم بيصح المريض، المريض بحاجة لعملية. العملية بتنعمل بالمنظار بالنادور، اطحين صغار منفوت من جنبين الصابونة، منفوت بقلب الركبة. في عنا two choices للمنيسكال إنجريز. إذا منحط السلايد الثاني، إذا كان المزق موجود بالتلتين الداخلي محل ما قلنا أنه ما في عنا شرايين دم، هون وقت اللي ما في عندي دم كتير صعب أنه يلحم المزق. سو منضطر هالشقفة المخزوقة الفلتاني اللي عم تسبب وجع، عم تسبب أنه الركبة تعلق، هالشقفة نستأصلها منشيلها، نرجع منعطي للمنيسك شكل الهلال. نعم. أوكي، قد ما فينا لازم نرجع نرد شكل الهلال للمنيسك مثل ما شايفين على اليمين. هلأ إذا المزق موجود على البيريفري محل ما في عندي شرايين دم، ناخد السلايد الثاني بليز. وقت اللي في عندي محل أنه بعرف أنه في شرايين دم وفي أمل أنه المنيسك يلحم، لأنه قلنا أنه المنيسك عنده فانكشن كتير مهم بالركبة، منجرب نحافظ على المنيسك. هون منقطب المنيسك. في عنا كمان سامبل تاني، هاي مريض مثلا إذا شايفين على الشمال المنيسك تبعه كله عمل ديسلوكيشن فلتين من محله، نرد محله وتقطب مبينين القطب. هلأ الفرق بين التو تكنيكس أنه وقت اللي منستأصل شقفة من المنيسك زيت نهار أو تاني يوم المريض نسمح له يقف يمشي على أجره من دون عكازات من دون شيء، فول ويت بيرينج، ومنبلش له فيزيوثيرابي دغري تاني يوم العملية. بس وقت اللي منقطب المنيسك عنا شهر تقريبا ممنوع المريض يلقي على أجره تنعطي مجال تا المزق يلحم، بعدين منبلش نخلي تدريجيا يلقي على أجره. في حالات الرباط إذا كان مخزوق هلأ جايين على الرباط ما يعوز بروسيجر يعني. هلا إذا عنا الرباط مقطوش جزئيا مش كومبليت تير، والمريض منه كتير أكتيف يعني ما بيمارس رياضة شوي نسبيا كبير بالعمر، فينا أنه ما نعمل له عملية رباط. بس اللي بيرجع يلحم لحاله لأنه ما كتير في حركة، إذا انتبه حاله وإذا قوى عضلاته في قسم بيلحمه، في قسم العضلات بيعودوا على الرباط. بس إذا مقطوش كليا والمريض أكتف وشاب صغير بالعمر أكيد أنه رح يعوز عملية. هلا بنحكي الإصابات التانية هن إصابات الرباط الصليبي، وأخذنا مثل رباط الصليبي الأمامي الـ ACL. رباط الصليبي الأمامي قلنا أنه إذا في عنا direct blow هيدا اللي بيسبب المزق، هون المريض بحس أنه ركبته مش ثابتة عم تسكع، هو ماشي هو بده يركض أو بده ينط، حس أنه الركبة منا ثابتة عم تسكع تحت أجره تحت جسمه. هون كمان مثل ما قلنا أنه العلاج علاج جراحي. في عنا كمان نوعين جراحة، وقت اللي بيكون المزق كامل والمريض شوي تأخر بالوقت، هيدا الرباط بيكون عمل ديجنريشن تفتفت راح عنا، سو ما فينا نرجع نقطب الرباط. هون بنعمل شيء بنسميه ريكونستراكشن، يعني بنخلق رباط جديد محل الرباط القديم. القديم بيستأصل بينشال كله سوا، بنحط محله عادة وتر، نزرع محل الرباط. في عنا نرجع للسلايد اللي قبل بليز، في عنا نوعين وتر أكتر شيء بنستعملهم تا نعمل ريكونستراكشن للACL. أكتر واحد هو مثل ما شايفين هون بالسلايد بنسميه بون تندم بون، يعني هو وتر الصابوني مع شقفة من الصابوني ومع شقفة من التيبيا، منشيلهم بصير في عندي جرافت
عظم تندن عظم بون تندن بون، هيدا الجرافت بينزرع محل الرباط وبيعمل الفانكشن تبع الرباط. او التكنيك الثاني، السلايد الثاني بليز، هون في عنا العضلات من وراء الفخذ من ميلة جوا الهامسترينجز، في عنا هون اربع عضلات فينا نستخدم منهم اثنين الوتر تبع الهامسترينجز اللي هن الجراتسيليس والسابيتندينوزوس، منشيلهم بجرح كتير صغير، هودي نسحب التاندن كمان نطوي طوقين او اربعة طوق، كمان نزرعهم بواسطة براغي او شيء منسميه اندوباتنز، نزرعهم محل الرباط الصليبي، بياخد معنا شوية وقت شيء ستة اشهر، هودي الجسم بيحولهم لرباط. هودي من الجسم عم هودي من جسم المريض. هلا في كمان جرافت، يعني من وين بيتاخدوا؟ قلت يا من قدام الصابوني من هون قلنا، يا من الفخذ. من الفخذ. نادرا جدا وقت اللي المريض بيكون عنده فريش انجري ويونج بيشنت وما تاخر تاجل عنا، فينا هلا التقنيه الجديده عم تسمح لنا انه نرجع نعمل ريبير، مش ريكونستراكشن، ريبير للاي سي ال. اذا فينا نشوف السلايد اللي بعد، هاي المريضة من 10 أيام اجت لعنا كانت جديد مروحة لأي سؤال بالفلاش، شايفين المزق كيف كان هون، قدرنا لأنه ما تأخرت ولأنه الرباط تقريبا كله بعضه موجود، قدرنا نقطب الرباط محله. بس هون صار في يعني جرح وصار في تدخل كله بالنادور. بالنادور كله بالنادور هون، بس كمان مثل ما حكينا بالمنيسك كمان بالرباط زيت الشيء. وقت اللي بعمل ريكونستراكشن دغري تاني يوم العملية أنا ببلش فيزيوثيرابي، ببلش أنا حرك الركبة، ببلش أنه المريض خلي يدعس على أجره، حتى قل على أجره، أكيد أنه مش مية بالمية بس جراجولي مبلش. وقت اللي بعمل ريبير للأي سي أل كمان في عندي شهر فترة رياحة، شهر منحط بريس للني، ما منحرك الني لنعطي بجيل هيدا الرباط يبلش يلحم محله. بعد هالشهر منبلش الفيزيوثيرابي للمريض. إذن الحالة الوحيدة يلي ما بيكون عايز فيها لا عملية جراحية هي أنه ما بيكون مقطوش، أو بيكون مقطوش جزئياً بيكون مقطوش. وهذا الشيء ببين على الصور عادة على الفحص ببين على الفحص ببين على الفحص ببين معنا، نشوف أنه في كذا فحص لنشوف إذا في عندي instability بالني. سو إذا مش كلهم بوزيتيف معناتها أنه مش كل الرباط مقطوش. سو إذا في فحص بوزيتيف فحص تاني نيجاتيف، سو بشك فيه. على الام ار اي كمان فينا ناخد فكرة إذا بعد في عندي كم فايبرز مش مقطوشين والباقي مقطوش، ومن الكلينيكال ساينس تبع البيشنت. وكمان ناخد بعين الاعتبار لو إذا بروفيشنال سبورتسمان لو بارشل تير لازم يعمل عملية، لأنه ما بيقدر الرباط الباقي ما في يحمله، ما في يقسى عليه. منتابع لكن مع كمان البقية الإصابات الثانية هن الإصابات بالكارتليج بالمفصل. مثل ما شايفين هون على الشمال الكارتليج في عندي ديفكت كتير كبيرة. المشكلة مع الكارتليج أنه نحن جسمنا ما بيعمل ريجينريشن للكارتليج. في عنا نوعين من الأنسجة إذا نأذوا نجرحوا الجسم ما في يرجع يرممهم، هني الكارتليج والعصب. سو هون في عندي كمان نسبيا يونج بيشنت على أثر تراوما صار عنده هالديفكت بالكارتليج. هون كمان ما عندنا كتير تشويسز. أول تشويس بهالسلايد اللي شفناه على اليمين بتشوفوا أنه نعمل نسميه مايكرو فراكتشرينج، نعمل قدح صغيرة. هلا أكيد هون الصورة بين أكبر بس منها كتير كبير الديفكت. سو بنعمل مايكرو فراكتشرينج تيطلع الدم من العظم يعمل نوع من الكارتليج، منه الكارتليج الأساسي بس بيعود شوي على هالديفكت. هاي التكنيك الثاني اللي عنا، هاي منسميها أوتولوجس ترانسفر. يعني في عندي كارتليج ديفكت على أول سلايد على الشمال، بتشوفوا أنه محل ما ندعس على الركبة الويت بيرينج أريا في عندي ديفكت، المريض موجوع. بالنص بتشوفوا أنه عندنا إنسترومنتس خصوصي، لا خلونا على الأول سلايد بليز، منشيل الديفكت على شكل شو اسمه،
واخر سلايد على اليمين بنشوف انه نحن شلنا كارتليج مع هضمه من منطقه. اذا بناخذ الصوره برا بليز، صوره الاستوديو بليز، صوره الاستوديو. سو في عندي اوكي هيك، في عندي مناطق بالركبه ما في عليها كثير ويت بيرنج مثل هون. سو من هون انا باخذ بلاج كارتليج مع هضم بزرع محل الديفكت. واخر سلايد كمان، احيان نحن فينا ناخذ كارتليج مع بون من دونر، من مريض تاني عامل عمليه تانيه وصار في عنا هذه العظمه مع الكارتليج، مثل ما هون شايفين كمان كلها العمليه معموله بالنضور، نزرع محل الديفكت تبعنا. اكيد كمان هون بعد العمليه بدنا نضل فتره المريض ما يدعس على اجره لبين ما يبلش هيدا الجرافت يلحم محله، وبعدين تدريجيا بنبلش ندعس. و دائما في حاجه لفيزيوثيرابي من بعد؟ نحن بشغلنا عاده بنشتغل كثير بارلل مع الفيزيوثيرابي دائما. قد ايه وقت بده المريض لحتى يرجع لحالته الطبيعيه؟ حسب، في كذا شغله بأسرع على الفيزيوثيرابي. اول شيء قديش تاخر تاجى لعنا، قديه نحن نطرنا ترجعنا بلشنا الفيزيوثيرابي، وقديه المريض عم بيتجاوب مع الفيزيوثيرابي. اذا كومبلاينت بيشنت عاده بناخذ نتيجه اسرع، اذا المريض شوي خايف او موجوع او كذا اكيد بده ياخذ معنا وقت اكثر. بس نحن عاده ما بناخذ بعدد الجلسات، نحن بنحط تارجت، مثلا بدنا نوصل ل 80% من قوه الاجر الثاني تنوقف الفيزيوثيرابي، او بدنا نوصل لفول رينج اوف موشن، بدنا الركبه تحرك 100% تنقول انه بكفوا. هول الجلسات ليش بيتاخروا؟ يعني ما في وجع قوي بالبدايه لحتى يصير في تاخير للاستشاره؟ يعني كمان في كم سبب. اول شيء بفكروا انه بس رده بينطروها، بينطروها بهالوقت بيكونوا اكتف، بيكونوا اكتف. في ناس بيخافوا يعملوا عمليات، بيخافوا يروحوا عند الحكيم. وفي احيان اكيد انه في سبب المادي كمان. اي طبعا، بس انا عم شوف اذا الوجع مش موجود بالبدايه ممكن يعني ما تسبب اوجاع وتخلينا ما ننتبه انه في مشكل. اكيد انه اول تراوما في وجع، بس هيدا الوجع بيكون البيك. بلش يخف الوجع هذا تدريجيا، بقى المريض بفكر انه عم يتحسن، عم بيصح. بس إذا في عندي إصابة، في عندي مزق بالمينيسك وفي عندي مزق بالرباط، رح يوصل لمرحلة ما بقى يصح من هون. إذا تروما على الركبة ووجع بالركبة دغري لازم يكون في استشارة، ممكن ما تكون شيء، ممكن تصح لحالها، بس الاستشارة أساسية لأنه صح. بالحالة الثانية في مشكل كبير. هيدا اللي بنعمله مع البروفيشنال أتليتس، البروفيشنالز، لأنه إنه هاي حياتهم، هاي شغلهم. سو كثير بخافوا على حالهم دغري، بيجوا عند الحكيم دغري بيطلبوا، هن بيطلبوا انه تخلينا نصور نشوف اذا في انجري ولا لا وكذا. وهيدا كمان بيساعدنا انه دغري نفوت بالتريتمنت ما نتاخر، ومثل ما قلنا انه الريكفري بيكون اسرع. فيزيوثيرابي بتترافق مع العلاج حتى لو ما كان في عمليه؟ صح، حتى كمان لو حتى لو كان العلاج علاج طبي. نعم، بنعوز نعمل. دكتور باتشي كورتيان، اهلا وسهلا فيك، اختصاصي جراحه عظام ومفاصل. شكرا كثير للمعلومات. مرسي. اليوم وقفه هلا وبنرجع بنتابع نحن وياكم ام تي في الايف، خليكم معنا.